طيب في معاناة بقى بيعيشها الشخص الحساس ده. يعني مرة واحدة صاحبتي يعني كانت بتحكي لي انه مرات اخوها بتقول لي حساسة لدرجة انها بتنكد علينا صبح وظهر وليل بأي حاجة، يعني واصلة لدرجة ان كل لو قلت لها صباح الخير وانت مش بتضحكي ايوه تعيط. اه فاللي هو ايه، هي يا ساتر نكديه. فقلت لها حرام عليكي، يعني قالت لي لا انت مش، دي محوله حياتنا جحيم. ليه يا بنتي محوله حياتكم؟ يعني ان هي بتعيط صبح وظهر وليل، هي طول النهار اي حاجه تقوم ايه دموعها تنزل وتقف وتنزوي دموعها تنزل. فبتقول مش عارفين نتكلم، مش عارفين يعني هم مش اشرار، هم عاديين. فالفكره انه هي عبء، بقت عبء. بتقول لي ما بقيناش احنا بنحب اخونا ده جدا. بس قلت لها ما يمكن انتوا اللي مفتريين. قالت لي لا، ما احنا ما من غير ما بننطق الـ 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 اليوم باظ خلاص، يعني بتيجي الصبح فاحنا مش عايزين نخرج اخونا ده معانا بالذات. ليه؟ عشان واخدينه بذنب مراته، ان مراته بتعيط من اقل كلمه عاديه. طب انتوا ممكن تكونوا شداد، ممكن تكونوا بتقولوا لا لا خالص، من غير اي حاجه هي بتعيط على طول. فدول يتعاملوا معاها ازاي؟ هم خلاص قربوا يقطعوا اخوهم بسبب مراته. هي المشكلة في مش في ان انا اتعامل معاه ازاي، المشكلة بتبقى في الشخص نفسه، ان هو المستقبلات العصبية عنده حساسة قوي. يعني مثلا في حد خربوش، خلاص ده خربوش ماشي. لا، الشخصيات الحساسة قوي دي، الخربوش ده بالنسبة له عملية جراحية مأساة، ده بيوجعني جدا، ده وجعني قوي، ده هيعلم في ايدي. ومتخيل بقى ان هو انا بقى شوف كمان انتوا الحلو التعبير ده او المثل ده، لانه مقرب الصوره. يعني انا لو بالظبط. الناس مش عارفين يعني يوصلوا لكده، ايوه، الخربوش الصغير يتعامل معاه على اساس انه عمليه عمليه كبيره. جراحيه، ده وجعني جدا، لان فعلا محفزات المستقبلات العصبيه عنده اعلى مننا بكتير. يعني الخربوش ده اللي هو ايه، ده انا ايدي اتخربشت في دبوس الطرحه ولا لا، انا ايدي وجعاني وابتدي اعيط، انا ايدي بتوجعني. هي فعلا بيبقى حقيقي ايدها بتبقى وجعها جدا، والموضوع بالنسبه فقيسي لي بيبقى بقى في كبير. كل حاجة. قيسي بقى في كل حاجه.